أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى واغتني بحمد موارده سائغة منقطيا من الشكر الجميل مقايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولي المنتقل في الغرى الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خططي الخطر وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المساء أستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة في الجنان تغني بالألحان الحور في الجنان تغني بالألحان الحور في الجنان تغني بالألحان
وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر ابن نزال ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائدا بنان السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسابية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عبد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى Yeah.
Yeah.
فقيل لها إنك قد
قد حملت بسيد العالمين بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه صلى الحبيب فتحمد عقبا من كعد الرمل والقطر والندى سبحانك الحق
علي رب السماء ولد الحبيب مختونا